حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، ما اعرفش ما بقوش يجيبوا لي ايه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وبابا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله وعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. لا بس اتنين بجد مصعب. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على لسانك؟ قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ انت طماع. كذاب وصريح وطماع. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة انت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم اولع. مش مهم. هموت. المشكلة بس عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوة فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلاً. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثه يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هدي لك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجه في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام واحنا في التمام. ماشي تمام تمام. اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف. بس نرجعهم له اول ما نلاقي الكنز ان شاء الله. شيكو شيكس. الو يا مستوره. لا مستوره شيكو. لا انا عايزها مفضوحه. مش انت تفضحها بقى. ثانيه واحده ثانيه واحده. بقول لك ايه، انت نسيت الولاعه بتاعتك معايا. اه بس احنا يعني تمام. لا مليناها. ايه شيكو عايز ايه؟ ما تتاخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. والله يلا تبقى بنجيبه ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شامورت. فراخ شامورت؟ اللي هي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. قوي قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي ما احضرش. انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا ناحلين وقبري. طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها؟ لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا انا عارف طريق الفلوس. لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا قد ايه؟ حلو جدا. مرسوم والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. لو انا بسالك اباحيه إيه؟ حاجه اباحيه. هات اسحاق اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في انت بتلبس الاخضر ومش عارف ده شعرك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات لي الفلوس. ماشي ماشي زود سلطات؟ زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟ صاحبك ده عبيط قوي. ده فل. ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق. تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه. وبصراحه من ساعه ما عرفتك يا هاني وانا سعت الصياعه. طب بقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده؟ لا عملت. انت كداب.
ايوه انا كده. انتوا كلكم كدابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصل احنا اصحاب بنمشي مع بعض.